Pablo. الفكرة الأساسية هي تأمين الوجبة الأساسية اللي هي الغداء للعالم المحتاجين يلي منشوفهم عم بيلملموا من الطرقات تنك ليبيعوا والشريحة اللي مثلهم. تموين المطعم بشكل اساسي هو عملت صفحه على الفيسبوك بقول فيها يوميا شو لازم الاغراض. مصاري ما بناخد نسبيا، مصاري ما عم ناخد من حدا الا في كم شخص بيساعدونا بس لتامين معاش الطباخه الست الشافيه اللي هي بالمطبخ وشويه مصاريف الزاميه نقديه يعني، والا الباقي الاصناف كلياتها بنكتب على الفيسبوك نحن منشون قطعنا كمواد غذائيه من رز من سكر من، وفي تجاوب من اهل المدينه بشكل كثير بيكبر القلب يعني. كان معنا اكل نظيف وما في اطيب من الاكل، كتر خيرون يعني عم يسود الفقير فقره بالمينا درويش فات كيف يعني، لو ما هو هن يعني الصراحه يعني كنا ما في اشغال يعني بالبلد كليته فكيف هن عم يسترو يعني حاجتنا كتر خيرهم يعني. احنا في مطاعم نحن عندنا بالبلد بس ما في بهالاسلوب يعني بهالجداره الموجوده هون بالمطعم، والحمد لله يعني اللقمه طيبه والشباب كلهم طيبين وما لنا مصلحه مع حدا الا الحقيقه. هيدي اللقمة طيبة كتير واللمة والجمعة بتحس حالك قعد ببيتك. الحمد لله الأكل